مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في محكمة استئناف بالدار البيضاء في موضوع ديال تامي بناني. مشاهدينا الكرام، الخلاصة الكاملة في الموضوع بطريقة مبسطة. اليوم كانت الجلسة الدفاع ديال المعتقلين، هما 4 ديال المحامون اللي كيدافعوا على المعتقلين في الملف، تقدموا أمام السيد الرئيس رئيس الهيئة من أجل مجموعة من النقط. النقطة الأولى هو طلب الصلاح للمعتقلين، ثم أسباب والمسببات ديال بعض الشهود اللي طلبت المحكمة يجيو وما جاوش. فيما يخص الشهود، أن إحدى الشهيدات لها مرض صعب حسب التصريح ديالهم، وتتكلموا بأنه دلو شهادة طبية. والطرف الثاني يعني الشهيدة الثانية أنه كتقطن في دولة أخرى كندا، وما كيناش اتفاقية دولية من أجل أنه تجي عندنا عن طريق القوة العمومية، لأنه نوعية في الأصل هي شاهدة وليست متهمة. هذه المسألة الثانية. نقط أخرى تتعلق لتكلموا فيها الأساتذة من أجل يوضحوا السيد القاضي مدة الاعتقال التي تتقارب شيئا ما إلى 3 سنوات، وكذلك النقاش ديالو مع السيد الرئيس من أجل علامة استفهام كما صرحوا فيما يخص صك الاتهام اللي دار السيد قاضي التحقيق. لهم الحق بطبيعة الحال أنهم يدافعوا بشتى الطرق المشروعة والقانونية المعتقلين اللي مكلنون في المهمة. هذا جانب. كذلك اللي وقع اليوم أنه الأستاذ السناوي تقدم أمام السيد الرئيس بطلب الصلاح الموكل ديالو على ضمانته، أنه يتوعد القاضي أنه إلى أعطاه الصلاح هو اللي غادي يضمنه ويجيبه في أي وقت احتاجته المحكمة. كما دلا السيد الرئيس بجواز السفر ديالو اللي فيه فيزا ديال كندا أنه يحجز ليه جواز السفر. هذا بطبيعة الحال إن دل على شيء إنما يدل على حسن نية ديال المحامي ديالو من أجل الوصول للنهاية في هذا الملف. هذا جانب. مشاهدينا الكرام، أستاذة زين بخيار جنوب عن تامي بناني دافعت بطبيعة الحال على الحق ديالها، تطالب بالخبرة على الهواتف، تطالب مجموعة من النقط التي يتبين لها أنه موضوع النقاش في الملف. مشاهدينا الكرام، من بعد السيد الرئيس خد القرار أنه أرفع الجلسة للمداولة. القرار النهائي ديال السيد القاضي هو رفض الصراح، وكذلك يلح على ضرورة حضور شهيدتين وتأجل الملف 20/7. مشاهدينا الكرام، فيما يخص القرار النهائي كيبقى القاضي له القناعة الشخصية، ولا يمكن معارضة الهيئة أو الجلسة أو القاضي في القرار ديالو. مشاهدينا الكرام، كل ما راج هو مرافعات بين دفاع المعتقلين كما شرط لكم، ودفاع كذلك أستاذ زيب اللي كتوب على تامي بناني. القرار في الأخير من عند السيد القاضي رفض الصراح وطالب كذلك بالحضور ديال الشاهدتين. مشاهدينا الكرام، هذه هي الخلاصة بشكل مبسط ومختصر حول ما راج اليوم في ملف ديال تامي بناني. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص هذه القضية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.